ده بيزي كيمستري مع سوزي. احنا المفروض ان احنا نكمل النهارده درس المول. احنا خلصنا المره اللي فاتت ليسن 2. ليسن 2 كنا بنتكلم على العلاقه ما بين المول والمولر ماس او المول والجرامات، وبعد كده اخذنا العلاقه ما بين النمبر اوف مولز والافيدنس نمبر. احنا النهارده المفروض نكمل ليسن 3 او نبدا في ليسن 3، بس عشان المعلومات تبقى ماشيه بالترتيب فانا مش هاخد من ليسن 3 بدا بحاجه اسمها ليميتنج رياكتنت. انا ليميتنج رياكتنت هاخدها في حصه الرابعه المره الجايه ان شاء الله، بس عشان اكمل افكار نفس المسائل وعشان تبقى نفس الفكره بتاعت المسائل بتاعت المول، انا هاخد الجزء الثاني من الدرس اللي هو ده مول اند ده فولوم. تمام، فاحنا هنكمل الجزء الثاني من الدرس. فانا كده خدت العلاقه ما بين المول والماس، ما بين المول وافيدنس نمبر، وما بين المول والفوليوم. طيب قبل ما نبدا كده تعالى بس ايه نفهم ايه هي العلاقه ما بين المول والفوليوم، وايه افيدنس نمبر، وايه يعني افيدنس بوستيت والكلام ده. تعالى كده نبدا الدرس بتاعنا. يبقى الجزء ده من الدرس ذا مول اند ذا فوليوم اوف جاسز. مبدئيا تعالى كده نتخيل ان انا جبت ثلاث مواد او اربع مواد اهو. ايه هي الاربع مواد دي؟ اول حاجه عندي حاسس مرات بتكلم على الجاسز. مش معنى الجاسز هقول لك دلوقتي. اول حاجه جبت مثلا نقول كربون دايوكسيد اهو، يبقى انا اول ماده عندي الكربون دايوكسيد. وجبت اكسجين او 2، وجبت نيتروجين ان 2، وجبت امونيا ان اتش 3. تعالى كده الاول انا عايز اجيب 1 مول من كل ماده من دول. طب عشان اجيب 1 مول اتفقنا ان انا مش بتعامل مع كلمه مول، انا لازم احولها بجرامات عشان اوزنها على الميزان. طب انا ازاي بستخدم الارقام او ازاي اجيب الارقام بتاعتهم؟ اتفقنا هجيب لك اكتب لك في جنب اهو ان الكربون 12 او تحت كل واحده منهم الكربون ايكوال 12 والاكسجين ايكوال 16. تمام، الاكسجين خلاص 16، النيتروجين ايكوال 14، الهيدروجين ايكوال 1. تعالى كده نجيب المولر بس كل واحده منهم. ادي اول خطوه عندي هجيب المولر ماس. اتفقنا يعني ايه مولر ماس؟ هي الماس اللي انا بجيبها عشان لما اجيبها واحطها على الميزان ابقى كده انا جبت كام مول؟ 1 مول. طيب تعالى كده نجيب مين؟ الكربون دايوكسيد. لو جيت قلت لك احسب لي كده الماس بتاعت الكربون دايوكسيد، ها الكربون بكام؟ ب 12، يبقى هقول له 12 ها بلس كام؟ الاكسجين 2 تايم 16 يعني 32، يعني الناتج بتاعي 44 جرام. فتعالى كده نحسب ده كله، فانا خلاص عرفت ان انا عشان اجيب 1 مول من الكربون دايوكسيد هجيب كام جرام؟ هتقول لي هجيب يا ميس 44 جرام. طيب تعالى نجيب المولر ماس بتاع الاكسجين، انا لسه قايله الاكسجين ب 16، يبقى 16 تايم 2 ايكوال 32 جرام. يبقى انا مجرد نحط كده على الميزان 32 جرام عرفت ان انا كده جبت كام؟ 1 مول اوف اكسجين. طيب النيتروجين كام؟ 2 تايم 14 هتطلع 28 جرام. طب تعالى كده نجيب دي اسمها امونيا جاز. امونيا جاز اللي هي بالعربي اسمها النشاتر، هي ليها ريحه نفاذه كده بتستخدم على فكره في صور كتير من الصناعات يعني. طيب الامونيا اساس الفرتلايزر، المهم تعالى كده نجيب لها اللغه الماس بتاعها. النيتروجين عندك كام؟ 14، يبقى 14 ها بلس 3 تايم 1 يعني 3 يعني كام جرام؟ 7 جرام. يبقى انت كده جبت المولر ماس بتاع الاربعه. طيب احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان انا لو جبت المواد دي خلاص وعرفت ان انا جبت 1 مول لكل واحده منهم، مين فاكر كل واحده من دول فيهم كام من الماده؟ يعني ايه فيهم كام من الماده؟ يعني انا عايزه اجيب النمبر اوف مولكيولز. مولكيول يعني ايه نمبر اوف مولكيولز؟ لسه قايلين المره اللي فاتت ان في عالم كان اسمه افوكادو اكتشف ان اي ماده لو انت جبت لها كميه محدده اللي هي 1 مول جواها كام من الماده دي؟ كان زي الدسة، قلنا 1 مول من الكربون دايوكسيد، تخيل ان انا حطيته جوه بالونه، هتحطي كام واحده كربون دايوكسيد؟ ها 6.02 × 10²³. لغايه دلوقتي تمام جدا، احنا قلنا الكلام ده كله المره اللي فاتت. جالي برضه عالم هو نفس العالم اللي هو اسمه افوكادو، قال ايه؟ قال ان انا لو اخدت المواد دي كلها بنفس الجرامات دي، يعني لو انا جيت حطيتها في بالونه مثلا، لو انا جيت حطيت هنا في البالونه دي كربون دايوكسيد قد ايه جرام؟ قلنا دلوقتي 44 جرام. وحطيت نفس الكلام في نفس البالونه، سوري البالونه الثانيه نيتروجين، وفي البالونه الثالثه الاكسجين، وفي البالونه الرابعه الامونيا، ادي ال NH3. وقلت
واحد البنادات دي حطيتها في اوضه. تخيل كده الاوضه دي زي الاوضه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، قفلت عليهم دخلتهم في اوضه. الاوضه دي ايه ظروفها؟ يعني ايه ظروفها؟ يعني درجه حرارتها والبريشر. الاوضه دي كانت ظروفها اسمها ستاندرد، ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. اسمها ايه تاني الاوضه دي؟ ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. ستاندرد اهي تمبريتشر اند بريشر. فايه الاختصار بتاعها؟ اس تي بي. تاني ابو جدو اعمل ايه؟ قال ان انا لو جبت هنا وان مول وان مول وان مول من ديفرنت جاسز، جيت حطيتها في اوضه، الاوضه دي ظروفها ايه؟ ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. برضه يعني ايه؟ كلمه ستاندرد يعني قياسي، يعني رقم ثابت. طب التمبريتشر بكام؟ الاوضه دي درجه حرارتها 0 ديجري سلسيوس اللي هي بالكلفن 273. طب وضغطها كام؟ البريشر بتاعها ايكوال 1 ATM. في وحدات قياس مختلفه او كتير قوي للبريشر، يعني مثلا الضغط الجوي العادي بتاعنا بنقيسه بالATM اللي هو اتموسفيريك بريشر، بقيسه بوحده اسمها ATM. في وحدات ثانيه زي سنتيمتر مركري وزي مليمتر مركري وزي البار وهكذا. فانا عندي البريشر الستاندرد بتاعي كام؟ 1 ATM. اذا ظروف الاوضه اللي انا فيها دلوقتي ايه ظروفها؟ اسمها ايه الاوضه دي؟ اس تي بي، يعني درجه الحراره بتاعتها كام؟ 0 ديجري سلسيوس، والبريشر بتاعي كام؟ 1 ATM. اكتشفت ان انت مثلا لو داخل الاوضه دي ب 7 لتر مثلا من الكربون دايوكسيد، كان حجمهم كده. مجرد ما دخلت الاوضه بدا الحجم بتاعهم يزيد 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 لغايه ما وصل كام؟ 22.4 لتر. نشوف النيتروجين، النيتروجين كنا داخلين مثلا ب 30 لتر، بدا حجمه يقل لغايه ما ثبت على كام؟ 22.4 لتر. فالاكسجين برضه في الظروف دي بقى 22.4 لتر، الامونيا 22.4 لتر. فحط الهايبوثيسز بتاعه. يعني ايه هايبوثيسز؟ تعالى كده نرجع للاكسبيرمنت بتاع تاني او للجزء اللي قبل تاني. يبقى انا لسه قايله دلوقتي لو جبت 1 مول من الكربون دايوكسيد، انت عرفت ازاي ان دي 1 مول؟ قلنا هتروح المعمل هتشوف المولر ماس بتاعه، يبقى انا كده جبت 1 مول. طب الاكسجين 32، نيتروجين 28، الامونيا 70. انت خلاص مجرد ما حطيت قدامك 44 جرام هتعرف ان جواهم، هتعد الكربون دايوكسيد لو انت تقدر، هتلاقيهم 6.02 × 10³. ايه الجديد النهارده؟ الجديد النهارده ان العالم بتاعنا اللي هو اسمه ابو جابرو حطهم قلنا في الستاندرد تمبريتشر اند بريشر، يعني اوضه فيها الظروف دي اللي هي درجه حراره كام؟ 0 ديجري سلسيوس او 273 كلفن. طب والبريشر بكام؟ 1 ATM. ال 1 رقم ال ATM دي الميجرنج يونت بتاع الاتموسفيريك بريشر. طب اكتشف ايه؟ اكتشف ان الحجوم بتاعتهم كلهم ثبتت عند 22.4 liters، وقال ان ده اسمه فوليوم اوف هاو ماني مولز؟ 1 مول. انا لسه حاطه هو ده 1 مول وده 1 مول وده 1 مول، يبقى ده فوليوم اوف 1 مول في اللي انا هسميه مولار فوليوم. يبقى ال 1 مول ها الفوليوم بتاعه كام؟ اوكيبايز هاو ماني ليترز؟ 22.4 liters. فقام حاطط لنا الهايبوثيسيس بتاعه او البوست بليت بتاعه. يعني ايه هايبوثيسيس او بوست بليت؟ يعني ان الافتراض بتاع ابو جدو قال ايه؟ قال فاسمع الكلام وانت هتفهمه من الدورت. ايكوال فوليوم، ايكوال فوليوم اوف ديفرنت جاسز، لازم اكمل ات اس تي بي. ما انا لازم الظروف دي تبقى كام؟ STP at STP. الكلام ده مش بيحصل غير لحاجتين، الغازات بس وفي الستاندرد تمبريتشر اند بريشر. ينفع 22.4 لتر تحصل للسوليد؟ لا، لان السوليد حجمه ثابت ما بيتغيرش. تنفع للليكويد؟ لا، الليكويد حجمه ثابت ما بيتغيرش. يعني انت لو جيت ضغطت على القلم ده تضغط تضغط تضغط، عشان الاتومز بتاعته قريبه قوي من بعض فمستحيل ينضغط، غير قابل للانضغاط. هتضغط اكتر هيتكسر. غير الغازات، لو انت جبت بالونه عندك قعدت تضغط عليها هتضغط معاك من غير ما يحصل لها حاجه. نفس الكلام للليكويد، الليكويد مش بيتضغط، لكن مين اللي ممكن يتغير حجمه بسهوله جدا؟
الجاسس. عشان كده القانون ده من الحته دي بس بتاعت الجاسس. اني ظروف؟ اس تي بي. يعني ايه اس تي بي؟ ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. تعالى كده نقول تاني اغراض الظروف ريت. فهو قال ايه؟ قال ان ايكوال فوليوم اوف ديفرنت جاسس ات ستاندرد temperature and the pressure كمالهم have the same number of molecules. يبقى دي كده ببساطة شرح الدرس. تعالى كده نعيد الكلام اللي احنا قلناه تاني. الدرس بتاعنا بيتكلم على the mole and the volume لمين؟ للجاز. اشمعنى الجاز؟ عشان الجاز هو الوحيد اللي قابل للانضباط او يعني expand or compress easily غير الصلب والليكويد. طيب الفكرة كلها اتفقنا ان افوغادرو سبوسليت جاب how many moles؟ ف 1 مول. هو هتلاقي كده بشرحها لك بطريقة تانية ان هو سهلة الفوليوم. هنا 22.4 لتر. اذا لو انا ثبتت الفوليوم هيبقى عنده نفس مين؟ ها لو انت ثبتت الفوليوم يعني انا مثلا لو جيت قلت لك ان انا عندي مواد مختلفة حجمها ثابت اذا نمبر اوف مولكيولز ثابت. تاني لو الحجم ثابت يبقى النمبر اوف مولكيولز ثابت. طب لو النمبر اوف مولكيولز ثابته يبقى الحجم ثابت للمواد كلها. مين المتغير الوحيد اللي عندك؟ المولر ماس الكتله بتاعته هو اللي بيتغير على حسب نوع الاتومز وطريقه ارتباطها قريبه من بعض هتشتغل قد ايه من الاول الكتله بتاعتها قد ايه وهكذا. يبقى تاني ايه هو افوكادو سبيستيتا؟ قال لك ايكوال فوليوم اوف different substances at STP مالها عندها نفس عدد المولكيولز. يعني تعالى كده نشوف البالونات دي. البالونات دي هي عندها نفس الفوليوم اذا دايركت يبقى عندها نفس الايه؟ النمبر اوف مولكيولز. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى تعالى كده نقرا مع بعض افوغادروس بوستليت يبقى ايكوال فوليومز اوف different gases contain equal number of molecules. امتى الكلام ده؟ في ال STP. طيب لو انا جيت قلت لك انا عندي مثلا بالونه واحده البالونه دي فور اكزامبل لو عندك 1 بالون مثلا من الاكسجين هنا عندك اهو حجمها كام؟ 22.4. دي كده كام مول؟ 1 مول. طب انا جبت كمان بالونه ثانيه هتبقى كام؟ 22.4. ممكن تقول لي كده how many moles؟ 2. طب الفوليوم بتاعها كام؟ قول لي كده الفوليوم ها how many جبتها ازاي؟ how many moles؟ 2 اللي هو النمبر اوف مولز تايم كام؟ 22.4 لتر. يبقى ببساطه ده اسمه افوغادروس مول. طبعا by increasing the number of moles the volume increases. عندي 1 مول 22.4 عندي 2 مولز 22.4 times 2 3 مولز 22.4 times 3. يعني كل ما بزود النمبر اوف مولز مين اللي بيزيد؟ الفوليوم and vice versa. اذا ده direct relation or inverse relation؟ direct relation ما بين مين؟ ما بين الفوليوم ومين؟ والنمبر اوف مولز. في مشكله في الكلام ده؟ طبعا القانون اللي هنطبق عليه دلوقتي احنا اتفقنا ان المره اللي فاتت اللي تابع معايا انا بحل او عاده انا مش بحل بالقوانين احنا بنحل بطريقه اسمها طريقه كروس مالتيبليكيشن اللي هي النسبه. طيب تعالى برضه نحل زي المره اللي فاتت بالقانون وبعد كده نرجع تاني نحل بالنسب. يبقى افوغادروس لو ها جاس فوليوم ماله دايركتلي بروبورشنال تو ذا نمبر اوف اتس فوليوم. لازم اثبت التمبريتشر والبريشر. لسه قايلين دلوقتي STP معناها ستاندرد ثابت تمبريتشر وبريشر معناها درجه الحراره بكام؟ 0 ديجري سلسيوس اللي هي 273 كلفن. طب البريشر بكام؟ 1 ATM. قلنا المجر اليونت المساويه دي 760 ملي متر مركري وهتلاقي في كتب كاتباها 76 سنتيمتر مركري. طبعا انت عشان تحول من الملي السنتي دي باي 10 صفر بالون يبقى 76 سنتي متر مركب هم كلهم يساوي 1 ATM. طيب
تعالى كده نقول المولر فوليوم، يبقى ده الفوليوم بتاع كام مول؟ 1 مول، اللي هو كام؟ 22.4 liters. نفس الشرح بتاعنا، انت عندك هنا مثلا الهيليوم نيتروجين الامونيا هنا الميثين، انا كده جبت مين المولر ماس ليهم كلهم، اذا انت كده جبت كام مول؟ 1 مول، هنا 1 مول وهكذا، يبقى النمبر اوف مولز 1. جيت حطيت كل الجاسز دي في ستاندرد تمبريتشر اند بريشر، اذا الفوليوم دايركت هيبقى كام؟ 22.4. طب النمبر اوف مولكيولز كام؟ 6.02 × 10⁻³. طيب لسه قايلين ان الفوليوم عندي لو 1 مول ها هيبقى 22.4، طب 2 مول يبقى 44.8. اذا ايه العلاقه ما بين النمبر اوف مولز والفوليوم؟ لما بزود النمبر اوف مولز الفوليوم بيزيد اند فايس فيرسا. كل ده تمام؟ هذا القانون بتاعي. تعالى بقى نبدا نحل كده. بيقول لي كالكوليت the volume of 8 gram of oxygen gas at STP. تعالى كده احنا لسه قايلين دلوقتي عندنا كام ماجيك تراينجل كده خدناه من اول الدرس اللي فات، احنا كده عندنا 3 ماجيك تراينجلز. تعالوا كده نفكر مع بعض. المره اللي فاتت اخدنا 2، المره دي هاخد واحد جديد اللي هو بتاع الفوليوم. المره اللي فاتت لو تفتكر كان مين اللي هنا؟ النمبر اوف مول، مين اللي فوق؟ الماس، ومين اللي هنا؟ المولر ماس. مولر ماس. طيب الماجيك تراينجل الثاني برضه كان بيتكلم على النمبر اوف مولز اهو، والنمبر اوف مولكيولز، يبقى مين اللي هنا؟ برضه نمبر اوف مول، مين اللي فوق؟ نمبر اوف، قلنا مين؟ مولكيول او اتوم او ايون او اي كلمه نمبر ما عدا النمبر اوف مولز، يبقى النمبر اوف ها مولكيول او مولكيول او اتوم او ايون. طيب كان ايه بقى؟ تايمز كام؟ افوجادرو اللي هو كان كام؟ 6.02 × 10³. مين فاكر بقى الماجيك تراينجل التالت؟ او تعالوا كده نعمله مع بعض. مش احنا لسه قايلين دلوقتي ان الفوليوم ها ايكوال النمبر اوف مولز تايم 22.4. تعالى كده نحول ده من صوره قانون لصوره ماجيك تراينجل. مين اللي لوحده؟ الفوليوم يتحط فوق مين اللي جنب بعض؟ النمبر اوف مولز و 22.4. فالقوانين سهله ما فيهاش مشكله، انت بتحط دايما في الجانب ده النمبر اوف مول ماس، نمبر اوف مولكيولز، والفوليوم هو ده متغير على فكره. لو اخدت بالك ان الثابت المولر ماس ثابت، النمبر اوف مولكيولز اللي هو ال 1 مول اللي هو افوجادروس نمبر ثابت، ال 22.4 لتر ثابت، يبقى انت الارقام دي خلاص المفروض تحفظها زي اسمك. مين المتغير عندك؟ ماس لو علاقه ما بين النمبر اوف مول والماس، نمبر اوف مولكيولز لو علاقه ما بين النمبر اوف مول والنمبر اوف مولكيولز، نمبر اوف مول والفوليوم. طبعا خد بالك الفوليوم ده لازم يبقى بالليتر لان دي ليتر ودي ليتر. طيب اتفقنا؟ تعالى كده نحل بالقانون وبعد كده هنرجع نحل نفس المسائل دي بالكي وورد اللي احنا المفروض اتعلمناها المره اللي فاتت. تعالى كده نبدا المساله الاولى دي. بيقول لي كالكوليت ذا فوليوم، عايز الفوليوم، يبقى مين قال له ماجيك تراينجل؟ اهو ادي الماجيك تراينجل الاولاني ها، ادي النمبر اوف مولز، وهو هنا عايز اللي هو عايز اوريدي الفوليوم، وهنا 22.4، بس هو عايز الفوليوم بس مش مديلك نمبر اوف مول، امال مديلك ايه في المقابل؟ مديلك جرام. اذا انا هستخدم الماجيك تراينجل الثاني اللي فيه الجرام اللي هو كان نمبر اوف مولز وهنا الماس وهنا المولر ماس. تعالى كده نحط كل حاجه هو جايبها على الماجيك ترايانجلز. نقرا كده مع بعض. يعني بيقول لك كالكوليت ذا فوليوم. ها يبقى هو عايز مين؟ الفوليوم، يبقى جنب الفوليوم هعمل كويستشن مارك. اوف 8 جرام اوف اكسجين. مديلك هو مين؟ 8 جرام. ها الجرام دي احطها فين؟ يبقى انا عندي كده الماس اهي. كده 8 جرام. at STP وطبعا دي المولر ماس، يبقى هجيب كده المولر ماس عندي، يبقى انا اول خطوه هجيب المولر ماس، يبقى مولر ماس دي هو بيتكلم عن اوتوم، يبقى 16 × 2 = 32. اذا انا كده جبت المولر ماس ب 32، يبقى انهي ماجيك تراينجل انا هبدا بيه؟ اللي فيه الاثنين اللي كان هو كامل اهو ماس ومولر ماس، يبقى
هنجيب النمبر اوف مولز يبقى ادي النمبر اوف مول ماس اوفر مولر ماس يعني 8 اوفر 32 يعني 0.25 مول. اكمل يبقى انا هاخد النمبر اوف مول دي 0.25 مين اللي ناقص هنا؟ يبقى الفوليوم. يبقى هرجع تاني بص الخطوات نفسها كتير مع ان المساله سهله يعني مش مستاهله كل ده. عشان كده دايما انا لا بحب ما بحفظش يعني ما برشحش دايما ان هو يحل القوانين. نحل افضل بالطريقه بتاعت الكروس مالتيبليكيشن. طيب نكمل برضه الفوليوم. يبقى الفوليوم ايكوال نمبر اوف مولز مع تايم 22.4 يبقى 0.25 تايم 22.4 واشوف هتطلع كام بالكالكوليتر. حد كده يحسبها بالكالكوليتر 22.4 يعني اوفر 4 كام؟ 5.6. طبعا ايه المجال اللي الاخر؟ تعال نحل بقى نفس المساله بالكيوردز. تعالى كده نراجع تاني على الكيورد اللي كنا المره اللي فاتت. احنا اتفقنا مع بعض ان انا عندي اربع كيوردز. ايه هم الاربع كيورد؟ قلت لما تشوف كلمه ماس في المساله او كلمه جرام في المساله انت حضرتك بتروح تجيب مين؟ المولر ماس. يبقى انت دايركت ها بتجيب المولر ماس. طيب انا لو شفت كلمه نمبر مول هو قال لك مول في المساله اذا حضرتك دايركت بتروح تنزل الكو اوفيشنت. وخدنا المره اللي فاتت الكو اوفيشنت اللي هو فين؟ بيبقى قدام المركب. طب انا لو في المعادلات يعني طب انا لو ما عنديش معادله بنزل كام؟ واو. طيب تاني حاجه لو هو قال لك بقى نمبر ها في كلام كتير بقى مولكيول مولكيول او اتوم او ايون او اي كلمه نمبر مع نمبر المول بنزله كام؟ ها افوجادرو اللي هو 6.02 × 10⁻³. الجديد بقى النهارده اللي هو مين؟ لما تشوف كلمه ايه؟ فوليوم او هو بيتكلم على الفوليوم والليتر. بس خد بالك فوليوم والليتر في شرطين اللي هو لازم في المساله هيقول لك ات اس تي بي ويكون بيتكلم على الغازات. غير كده الفوليوم والليتر ما لهمش اي تلاتين لازمه معايا. تاني فوليوم والليتر اذا هو بيتكلم على الجاز لازم يكون بيتكلم على الجاز جازز مش معنى الغازات اللي هي اساسا قانون ابو جاز مبني عليها. ابو جاز ديسبلاي بيتكلم على الجاز يبقى ده لازم للجاز او اس تي بي. طب في الحاله دي لما يقول لي فوليوم بقى هنزله كام؟ قلنا 22.4 لتر. اعمل سكرين شوت للحته دي عشان نحل بيها بقيه المسائل. تعالى كده نبدا نحل نفس المساله اللي احنا حليناها دلوقتي بس بطريقه الكي ووردز. طلعت كده الكي ووردز اللي موجوده في المساله. يلا بيقول لي كالكيوليت ايه؟ فوليوم. فوليوم يبقى انزله كام؟ يبقى اول كيورد قابلتني كلمه فوليوم. طب طلع الكيورد كده الثانيه. ايه الكيورد الثانيه؟ اهي جرام. اوعى حد يقول لي 8 الايت دي مش وورد. انا بقول لك كيورد وورد كلمه يبقى جرام. يبقى هجيب له مين؟ مولر ماس. يلا كده هات المولر ماس للاكسجين وبتكلم على الاكسجين يبقى المولر ماس بتاعه كام؟ 32 او 2 يعني 32. اوكي دي 32. طيب الفوليوم قلت لما بشوف كلمه فوليوم 22.4. تاني خطوه بنزل الرقم اللي في المساله. فين الرقم اللي في المساله هنا؟ 8 جرام. هنزله تحت الفوليوم ولا تحت المولر ماس؟ تحت المولر ماس. يبقى هنزل هنا ال 8. مين اللي ناقص؟ لا هاجي اعمل له كروس مالتيبليكيشن يبقى 8 تايم 5.6 ليتر. يا رب نفهم المسألة دي عشان هي أي حاجة هتقبل. أي حاجة هتقبل هنحاول بطريقة أخرى. دي مسألة تانية. تعالى بقى نحل المسألة دي. هي مسألة لذيذة.
بيقول لي calculate the volume of oxygen needed to produce 60 gram of water و oxygen إذا في هيدروجين يبقى أنا لازم أكتب المعادلة. طب لو في أكتر من مادة عندك لازم تكتب معادلة وتظبط. مين بيتفاعل مع مين؟ أنت من المسألة كده قول لي مين؟ oxygen needed to produce water يبقى الأكسجين مع الهيدروجين أهو أدي الأكسجين بلس الهيدروجين بيقول لك to produce water H2O. طبعا المعادلة مش منظومة، ها في هنا اثنين أكسجين يبقى حط هنا كام؟ اثنين بقى عندي اثنين هيدروجين، هرجع تاني وأحط كام في الهيدروجين؟ حط اثنين. أنا كده وزنت المعادلة. تعالى بقى نطلع الكي وورد اللي موجودة في المسألة. نقرأ أول تاني خالص. calculate the volume أو في ورد قبلتك إيه؟ حط كده تحتها أربع خطوط كده أهي volume. يبقى أنزل إيه الأكسجين؟ ها؟ المولار volume مش أول كي ورد قبلتك volume. يبقى أنزل إيه الأكسجين؟ 22.4. في قدامنا حاجة؟ لا. 1 يبقى time 1. طيب needed to produce AD 90 word gram يبقى ايه word gram gram لمين بقى الموتر يبقى هجيب ايه الموتر مولار ماس حد كده حد كده يفكرني ازاي بنجيب المولار ماس طبعا هيقول لي حلو كده جميل هيقول لي يا ميس هنفتح 2 وبعدين تايم الهيدروجين عندك كام 1 تايم 2 يعني 2 هيقول لي بعد كده بلس الاكسجين بكام 16 كده صح غلط احنا ال2 دي قايلين على الهيدروجين وقايلين لا كمان على الاكسجين طب نعمل ايه عشان ما ننساش ال2 قلنا هجيب الموتر لوحده هات الموتر لوحده وبعد كده اضربه في 2 اللي هيطلع بالظبط احنا حافظين الموتر اي تي تايم 2 يبقى 36 تاني خطوة بننزل مين؟ الرقم في المسألة، فين الرقم في المسألة؟ 90 يبقى هنزله هنا شمال تحت الموتر عشان حاجتين هو بيقول لك أصلا بالموتر وكمان بالجراف مين اللي ناقص؟ أهو كروس مالتيبليكيشن يبقى 22.4 تايم 90 أوفر 36 تطلع 36 إيه الميجر اللي Thank you.
أو يونت 2. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية. مع السلامة.